وفي زماننا هذا كثيرا ما يتداول بعض الناس أدعية هي متكلفة في إنشائها، ويذكرون حولها قصة واحدة معينة، إما لشخص أنشأ هذا الدعاء أو أنه دعا به فحصل مقصوده، فيتوهم الناس أن هذا السر في ألفاظ الدعاء. لابد أن ننتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة جدا. يظن كثير الناس أن هذا سر في لفظ الدعاء، سر في لفظ الدعاء. ومثل ما قال ابن القيم رحمه الله، قد تكون الإجابة التي حصلت لهذا الدعاء لاقتران هذا الدعاء بالضرورة التي قامت في صاحبه الداعي، والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد يكون عائدا إلى قوة إقبال الداعي على الله وصدقه في الإلحاح والطلب، قد يكون هناك حسنة أو حسنات تقدم بها فكانت سببا لقبول دعوته ووسيلة لقبول دعوته، كعفة عن فاحشة أو بر بالوالدين أو أداء للحقوق أو صنائع معروف قدمها، فتكون رافدا عظيما في قبول دعائه، رافدا عظيما في قبول دعائه. فهذا الدعاء الذي يستجاب قد يظن كثير من الناس أنه عائد للألفاظ، ولهذا في زماننا يتداولون ألفاظا مخترعة منشأة ويقولون: فلان ابن فلان حصل له كيت وكيت وكيت ودعا بهذا الدعاء. ويظنون إن كان فعلا ما يشيرون إليه قد حصل، قد يكون ذلك عائدا إلى ماذا؟ إلى إما ضرورة قامت في الداعي، أو مثل ما قال ابن القيم صدق في الإقبال والإلحاح على الله في الدعاء، أو يكون اقترن بالدعاء أو سبق الدعاء حسنة وحسنات وصنائع معروف فكانت رافدا في قبول دعائه. ففي مثل هذه الحالة يظن كثير من الناس أن السر في لفظ الدعاء، فيؤخذ مجردا عن الأمور التي اقترن بها. يضرب ابن القيم مثال هنا للتوضيح، يقول: هذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، استعمل دواء نافعا في وقت معين على الوجه الذي ينبغي، فاستعمله استعمالا صحيحا فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فيكون بذلك غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. حقيقة هذه الفائدة فائدة ثمينة جدا، وينبغي أن ينتبه لها، لأن كثيرا ما يتداول بعض الناس في زماننا عبر وسائل التواصل أدعية يقولون جربت، وأن فلان من الناس جربها في كذا فنفعت، ويظنون أن الانتفاع إن كان فعلا قد حصل، يظنون أن السر في الانتفاع عائد إلى ماذا؟ إلى لفظ الدعاء، وليس الأمر كذلك، بل هناك صور أعظم من هذا يأتي تنبيه ابن القيم عليها. نعم.